السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نديرو موديل جديد وحصري تاع علب من الزجاج. هنا هاد العلبة تاع الزجاج نخدموها عند اللي يخدم الزجاج، ما تقدريش تخدميها وحدك، شويه صعيبه. وإلا بغيتي تخدميها وحدك لك تشري الكره الخاصه تاع الزجاج. انا كومونديتها عند مول الزجاج بهاد القياسات هادو حسب البلان اللي غادي نخدم عليه. تجي هكا بهذا الشكل محلوله من الفوق، ما عندهاش غطاء، غير هكا علبه وصافي. مهم قولها زعما يفينيها لكم مليح، ما يخليش الكوله تبان بزاف. ودوك نشوفوا الطريقه كيفاش نخدموها. هنايا نحتاج هذا الورد للتزيين، ونحتاج هذا البلا تاع كاطو يتباع عند لوازم الحلويات. هذا الحجم متوسط، هو اللي ديت عليه العبر تاع الزجاج، الطول تاعه هو العرض، وقلت مزاج هو اللي يخدم لنا هاد القياسات. ولصقت هنايا رجلين تحتها بالبولونات، وهذا قلت لكم هذا هو اللي غادي نخدم عليه. دوك شوفوا كيفاش الطريقه. نحطوا هذيك العلبه تاع الزجاج من فوق، نقلبوها هكا، نحطوها بالمقلوب لقد تكون فارغه من الفوق، باش نحطوا فيها الجهاز تاع العروس، كوسميتيك ولا الكاطو ولا يجي فيها اي حاجه. هذه العلبه ونحتاجوا القطيفه والبونج، ونحتاجوا ثاني كرتونه نديروها من الداخل. دوك نبهمكم كيفاش. هذه المهم اول خطوه نديروها هي نحطوا هذاك العلبه تاع الزجاج في وسط البلا. يجي يقدمها لكم على حسابه نيشان، باش كي تدخل ما تخسر لكمش البلا، ما يقعدش الفيد بزاف بين البلا والزجاج، ومامطو ثاني ما يجيش لاصق فيه بزاف، يعرف كيفاش يخدمها. انا هنايا درت شويه تاع الغراء غير باش نضمن هذا البلا ما يتحليش شويه، على خاطرش الزجاجه شويه ثقيله تخاف ينتحل ولا يطرطق ولا. بهذه الطريقه هكا درت شويه تاع الغراء في الحواف كما قلت لكم، ودوك نزينوها بهذوك الوريدات. طريقه سهله بالخف تكمليها، وتاني يخرج شكل راقي وشكل شباب في الاخير. دوك نشوفوا كيفاش يبان. نجيبوا هذوك الوريدات، هنا التزيين والتنسيق يكون اختياري. انا اختاريت نديرها في الجنب في الحاشيه تاع البلا، تبغي ديريه في الوسط، تبغي ديريه في كما تبغي، انا درتها في الحاشيه. نجيب هذه الورقات هكا في الاخضر ونديكوري. مهم التنسيق يكون تنسيق بين الالوان وبين الشكل تاعي. نبدا نحط بالورقه ونستفهم مليح، ونشوف الديكور اللي يخرج لي شباب. دائما نبداو بالاوراق هما الاولى من تحت، هما اللي تحطيهم من الاولى، من بعد تحطي فوقهم الورد. الورد تبغي تجيبي هادو هكا واجد نشري، ولا تخدميهم بالصلصه، ولا تختاري هذوك الوريدات اللي يتباعوا عند لوازم الحلويات. دائما يكون تزيين اختياري. انا جبت هذا الورد يتباع واجد، بوكي كامل في هذا الستيل تاع الورده. كاين بزاف انواع من هذو الوردات تاع الترك، موديل شباب تاعهم، موديل شباب بزاف. دوك هذه كبيره، جبت بغيت نديرها هي في الوسط هكا، وندير عليها وحدين صغار مدورين. بهذه الطريقه تقولي تسيسي الغوز الموف الكل اللي يجي متناسق معاه، انت حطيه وشوفي اللي يعجبك واللي يخرج شباب. انا اختاريت هذه الورده كبيره البيج، ومن بعد دير وحده موف وزوج غوز. هادو ثاني اللي تيجا كنعمر بهم بلاصه باش تبان شارجي، عمرها شويه. هذا القنت هذاك غادي نعمره بالورد، ونزيد ثاني قنت في الداخل في اللي مقابله، ندير غير حبات برك.
هذا هو التزيين اللي اختاريته هنايا. زدت لي نعمرها شويه ومن بعد نشوفوا كيفاش نخدموا في الوسط، كيفاش نعمروا هذاك الفيد. تبغي تخلي هكا ابيض تاني معليش يقعد ابيض تاني شباب، ولا تعاودي لينا هذاك القطيفه. هنا صاي هذا هو التزيين الاخير اللي اختاريته، اختاريت هذا هكا. شوفوا البيج مع الغوط مع الموف، شغل الوان مدرجه تدريجيه. دروك نشوفوا كيفاش نديروا هذاك الدخلاني. تبغي تخليها هكا سامبل كما قلت لكم، ولا تزيدوا له هذاك القطيفه من الداخل مع البونج. نجيبو كرتون نقيسو عليها على القياسات، ندوها على الداخل ماشي على من برا، على هذيك الزجاجة التخلانية، ونجيبو تاني البونج نعبرو عليه ونلصقو عليه هذاك الكرتون، والقطيفة تاني نغلفو بها. انا تستعملي كرتون عادي، مش شرط هذاك الغوز ولا غريكو ولا لا، كرتون عادي تستخدميه. نقص هنايا هذاك البونج زياده ونديرها نوسع شويه على الكرتون، ما نديرهاش سوا سوا مع الكرتون. هنايا غلطت من لصقت، عاود جاني خارج بزاف، وجهه خارجه وجهه داخله عاود لصقته تاني على حسابه. دوك نجيب القطيفه ونغلفها هكا، نلقط جبدي مليح، جبدي مليح القطيفه ما تخليهاش هكا طالعه. انا هنا اختاريت البونج شويه عريض.
دوك غادي نديرو هنايا البوجات ولا قفالي ولا كل وحده شنو تبغي دير لي زستخاف هكا اللي فيهم لي تخيطو. انا اختاريت هاد بواحد البوجات بويضين سامبل عادي هما اللي غادي نديرهم. ولا ديري قفالي يتباعو تاني قفلات صغار يجو شكل تاعهم يبان كي شغل كي الزداج تاني يجو. هنا غادي نستعمل البرا والخيط وندير هادوك القفالي كيما الكابيتوني بصح مصغر. نبدا هنايا في الوسط بديت في الوسط باش من انا درت هنا غير هكا ما حسبت ما درت لا بالمسطره لا والو من ما كنخدم زعما ما نغبنش. نتوما الا ما تعرفوش تعبروا ديروا بالمسطره شكل خط اكس في هذاك المسطره اللي في الكرتون وتدوا الوسط تاعها من بعد من هذاك الوسط تدوا للعبارات الاخرين. هنايا نجبد هادو زوج تاع الخيطان وهنا اللي تكوني تعرفي تخدمي هذيك العقده عقده هنايا شوفي تجبدي مليح وتدوريها على يدك دوك شوفي كيفاش هنا اللي تجبدي مليح باش تصورنا هكا داخله نقطه داخله اللي يدخل البونج. هاد العقده اللي تكوني تعرفي ديريها تجبدي هكا دوريها على يدك وجبدي عشان تكون مفهومه الطريقه. مهم اللي تجبدي مليح حتى تدخل هذاك البوجه تدخل قولي تعاودي فيها شحال من مره حتى ينجبد لك الخيط مليح تتصور لك عقده كبيره شحال من مره تقعدي ديري هكا. هاد الطريقه نعاودها في كاع القفالي ولا في هذوك البوجات الاخرين هاك اللي تجبدي حتى اللي تدخل. انا ما بغيتش نحذف لكم هذه المراحل جات شويه فيديو طويل معليش غير باش تشوفوا الطريقه تاع العقده كيفاش عاودتها شحال من خطره شوفوا حتى تصورت لي عقده كبيره. رقم مهم تجبدي حدك ماكسيموم جبدي الكرتون ولا الخيط حتى تدخل من هذيك القفله تدخل ومن بعد تبدي عاونيها شويه بالغيره ولا الا كان عندك لا غرافوز هذيك تاع اللوح ثاني ديريها نزيد ثاني ندخلها مازال ماشي داخله مليح نزيد نجبد هنا صاير راني كملت انا كاع هذوك الدويرات شوفوا كيفاش دخلوا كيفاش درتهم تدي الوقت غادي تدي لك وقت بزاف انا ما بغيتش نحط كاع الوقت خاطرش يجي طويل بزاف الفيديو سرعتهم درتهم وحدي بالخف. المهم وريت لكم الطريقه شوفوا كيفاش خرجت مره ولا ثاني درت عاونت بالكولا ما تكلش غير على العقده درت كولا خفت على تعاود ترجع لي وندخلوها هكا بشي طريقه سهله درك عاود دخلي هذاك الكرتون في هذا العلبه هنا اللي تكوني خادمه الكرتون حسب القياسات تاع الزجاج باش ما يقعدلكش الزيت وندخلوه عادي نديرو شويه الكولا من تحت من الداخل وتدخليها هكا
هنا غادي ندير في الغيره من الداخل، تاكد بلي راه على حسابها نيشان، ما تكثريش غير شويه، غادي هذا ما يطيرش، غادي كي تدخلي ما يعاودش يرجع على خاطرش راه دا يحس بالقياس تاع العلبه. انا كملت صاي كاع الديكور تاع هاد العلبه هذه، دوك نزيد لها غير كوردون، عفوا نزيد لها ثاني واحد الوريدات في القنت اللي مقابل هذا اللي دوك ديكوريت اللي درت فيه الورد، نزيد لها ثاني كوردون كاع عليها صايب هكا، ندورها كاع على بين الزجاج وبين العلبه تاع اللوحه تاع الكاطو، باش هكا ثاني نضمن ان الزجاج ما يطيرش، سما هكا راه لاصق او مونطون ديكور، نضمن بلي ما يطيرليش الزجاجه ما تعاودش ترجع. هنايا دوك نزيد هاد الوريدات في هاد القنت اللي مقابل القنت اللي خدمت فيه الورد، يجو متقابلين، درت غير زوج حبات ولا ثلاثه ما تكثريش غير شويه. هنايا درت الاولى الوراق هادو، ومن بعد نعاود ندير الوردات، اختاريت الباج وال جايب شويه نواغ ولا هكا رايح للبلو، دوك تشوفوا اللون تاعها، انا اختاريت هاد التنسيق تاع الالوان وانتم كيما تبغوا. هكا لصقت هادو ثلاث وردات مع بعض، شوفوا كي جا متناسقين الالوان، ونحطهم مع بعض فوق في هاد القنت، ونسي نغطي كاع اي حاجه تبان من هاد الوردات، ندير من الخلف من الحواف تاني نزيد الوراقي لك ما تبانش الكولا.
هذا هو الشكل تاعها. دوك نزيد ثاني ندير كوردون وإيني لون إيني، ولا انا اختاريت إيني باش يجي كلش متناسق. كاين اللي يجي مخلط مع الارجون ولا الدوغي، انا اختاريت هذا اللون الدوغي ونلصقه كاع داير على العلبه باش نضمن انها الزداجه ما طينليش. هذا هو الشكل النهائي تاع هذه العلبه تاع الزداج، شكل راقي جدا وموديل جديد وحصري في القناه تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره والطريقه، وعطوني رايكم في التعليقات كالعاده، راهي تشرفني في الحق. شكرا لكم جميعا، خليكم مع هذا الفيديو تشوفوا الشكل تاعها كيفاش خرجت. الى اللقاء.